زلتم تسمعوا في 90 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا موعدنا اليوم الإخباري السياسي تحليلي النقاشي واللي تحبوه الكل. موعدنا في 90 دقيقة يتواصل حتى الماضي ساعة ونص. باش نحكيو برشا زادة اليوم باش نخصوا مساحة زمنية للتحليل الأوضاع الجيوستراتيجية والحكاية هذه الجديدة. والوزير شكون قعد في امريكا ما داخلش في امور الوزير الاسمع وزير 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 وزيرة المرأة عنده وزيرة المرأة هو تدخل لتريس قوت دونك معناها ذوما فما اخبار فما زادة المحكمة الإدارية واللي انفردنا نحن راهو اي اف ام اليوم الصباح بتصريح اللي صار طبعاش نرجع عليه بالتدقيق خاصة يهمنا اش قال طارق راي خليل أهلا بك وخليل أهلا بك طارق وينك يا رجل هارب خليتنا نهارين امبارح انا وياه دخلنا في باش يفصح اخر ولينا نحكيو في مواضيع باش يفصح علينا يا خرود باش نكمل الجمعه ونقطع باش دخلنا في مواضيع عميقه مش بيه سمعت العمق نتاع لا سيتي البارح الموضوع نتاع غزه والعدوان على غزه قلت البارح سمعت الاستاذ ابراهيم الرفاعي فريمون تحليل جدي ومعمق وان شاء الله نسمعوه اكثر من قبل خاطر ما كناش نسمعوه برشا باهي نحن ما نعرفش كيف فما تليفون حاضر اول حاجه باش نبداو بها نعطيو حق العبيد ياسين العياري معناها كان اتصل بيا البارح وردا على هشام العجبوني اللي قال اللي هو طايح حكومه بتيتر مش بتيتر سيرمون تغشش على كلمه بيدق ويمكن تغش علي انا اللي قلت يعيش في فرنسا بون نحن باش نطلبوه من فرنسا عندك عندك مازال التليفون قبل سي بون ياسين معنا في التليفون اهلا بك ياسين اهلا وسهلا مرحبا بالساده والسادة المستمعين يعيشك ياسين باهي كما تفهمنا البارح باش نعطيك خمسه دقائق معناها حق الرد نتاعك على اللي تقال البارح البارح قال كلام غلط وكلام مزعج وكلام حتى بين ظفرين فيه تجني وقل تحيا فنذكر في كلمتين بالله شنو الحكايه اللي تخسر والكذبه وهالوهم اللي عايشين فيه الناس انها مؤامره من النهضه عطات الدوشي باش نطيح احسن حكومه اخرجت للناس هذه كذبه كما كذبه المعنى اللي يجور نتاع الجبالي و700 مليار نتاع شنو هذه ناس تحترف في الاشاعات وفي الكذب والتشويه التخسيخ خرج في التلفزه قال عندي شركه تتعامل مع الدوله النهضه قالت له خرج في التلفزه لا النهضه قالت له عامل شركات لا خرجنا قلنا هذين ممنوع بالقانون خرجنا الزوريقات منشورين لجميع التونسيين باش حصل عليهم اي تونسي بلاش الموقع تابع للدوله انه عنده شهرين باش يسيب الاسهم ما سيبهاش ولات هذه مؤامره وليت امبيون فكلمه تسمح بحذافه قال امبيون هذا كلام غلط ومش معقول ومرفوض تماما هذوما الناس خلينا نقول لك كلام شنو باش نقول اول مره انت تخيل حكايه تبع خاطر نادي القروي ما وصلوش الحزام والكذب اللي يكذبوا فيه على الناس نصيح حكومه الجنوي طاحت سامي عبو شخصيا بيت راس نادي القروي كانت هذيك المفاهمه تحب ليش التخسيخ انت ما كانش حب نادي القروي كانت هذيك المفاهمه وكان سعيد هو المحبش مجموعه من الاكاذيب محترفين يا جماعه التيار الديمقراطي باش يغطيوا على عين الشمس بالغربال انه حكومتهم كانت فاسده محلت حتى ملف ما جبت حتى فاسد اقصى ما عملوه جابت لي رمزات دورهم به مقاضيه الكمامات قال راني عملت وقال الفساد اي انا سمحت به كانت حكومه فاسده بلا مشروع ما حلت حتى دوشي كي تشدوا بعظمتهم وبكمشتهم شنو هي الكذبه اللي عملوها بالاشاعه اللي خرجوها هذا دوشي عطيت النهضه باش يطيحوا كلام فارغ ياسر الزخفاف ادوا الوراق تراهم الكواس الكل خرج وحده في التلفزه هو باش ينحيوا الحكايه فاسكو غلط ولا مش غلط في الزخفاف ما عاد يحكي حتى حد الموضوع هذا بس حكومه خلص القانون ما خلص ما عاد يحكي حتى حد وركبوا وهم وعايشين فيه ويكذبوا على روحهم النقطه الثانيه اللي تقالت البارح خطيره جدا هم عايشين برا سيدي الكريم انا مش عايش برا حتى نحب نعيش برا انا خدت خدمتي وكاريالي وفلوسي وجيت نخدم في تونس تعرف ليش انا برا انا برا خاطري محكوم ظلما من المحكمه العسكريه تحرمت حتى باش اني ان نحضر جلسه امي تقول انت على لونتين راه انت لعسكري شنو عندك شجاعه وقولها
شوفي يعني واحد من العسكري وين يتقعد برا ويتفرج ونضحك انه ضيفك اللي ما يفتح الموضوع هذا لكن سمعني زين الغنيه مش نايم بيحزبه قبل برا زاد قال على ربه وعاش برا سفيان المخلوفي مش نايم بيحزبه مجد الكرباعي مش نايم يعيش برا ما خرجوها وقلبوا عيشوا برا بنفسك التسائل اللي قال وظيفك اللي جاي يكذب على تونس بكل بساطه حكومته خايبه فاسده ما عملت حتى شيء فاهم حكايه بس بعدين طيحها قلت انه رئيس الحكومه نتاعها خالف القانون وتشد بالعظم نتاعه جاي يكذب على تونس ويتهم فيا اللي دخلت برا رجاء انا خليك لكم قريه الظالم ومشيت على روحي مجبرا مطاردا لاني كنت كلمه حق في صوفيا سلطان الجائر اليوم ولد كاني هالبرا مش هالبرا بلادي طردت للبرا لانهم خافوا مني ولانهم ما نجموش يردوا علي بكلمه فحكموني عسكريا ظلمه وكلمتي نظيفه حكمت هو مشكلتهم اللي يحكوا على الفساد البعض ما شدوش نهار حزب التيار الديمقراطي انهار ما شدوش عمده بالفساد كيف كي جا واحد طلع رئيس حكومه شد بالفساد بالكمشه لازم يردوها مؤامره المضحك وين؟ ثم في فيديو تحدث حتى على لونتين كيفاش سامي عربو اعتذر في البنديل راس غنوشي هذوكم اللي صوتوا الحكومه تاع العريس واللي صوتوا الحكومه تاع اسمه الاغتيالات واللي صوتوا كل الحكومات النهضه يتهموا فينا عليهم النهضه اعطيك الفيديو تبع خير تو بالشمال المعدل تاعك شوف كيفاش سامي عربو تضرب في بنديل كبير راس غنوشي يتهموا فينا الفيون النهضه هذا كلام كنت نخليه مستقبل وقت اللي كنا ديمقراطيه باش جرح النبش نتاعهم كيفاش حكومتهم طاحت بالزوراء وبالبيرة على الشكل نتاعهم اللي مخافوا القانون ولو راح شافوا فيها الكل تو سامحني لن اسمح بهذا ورجاء المره الجايه كتبني انت او غيرك في فلاتو عن طريق نتاعك كلمني ما تخليش نسكت في ظهري في تلك مثل تلك الساقطه قلت الجمهوريه هذيك شكرا شكرا لك يا سي العياري كان هذه من عشره الجمله الاخرى ما غش يقول معش رجولية معناها رجولية كونك شوف التو الموضوع الرد على هشام العجبوني هذاك طبعا من حقه والكلام اللي تقال يعني جوش نعلق على الحكاية متاع اليس فخفيخ وتقييم اللي صار مع حكومة اليس الفخفيخ والمنطق اللي سمعناه هذايا الكلام اللي تقال في اليس فخفيخ هاد الاوصاف هذه اللي هو لا يعلق عليه لا دار بيه لا حد هاك سمعت يعني هذايا هو جزء من المشكل جزء من المشكل هو التعذريت وعرفتك الغرور اللي يخلي الواحد معناها تنجم ما تاخذ موقف سياسي من حد وتلعب دور معين وتلعب الدور اللي تحب تختار وانت على روحك ولا يختاروا هول كذاك موضوع اخر فهم كل واحد وكيفاش اما فما مستوى معين توا ماهوش معانا الرجل معمره في بالي الاس فخفيخ من اللي صار الواحد ما عمل حتى تعليق ساكت الرجل على روحه سمعت انت المسلم أنا ما يعني ما شوف ما انا الشخص هذايا نعرفه عندي مده من قبل الثوره وكان فما علاقه مع انت كذا ويعني من الناس اللي خيبه امل حقيقيه مش في الموقف النجم يختلفوا في المواقف اما المستوى نتاع العركه مستوى نمشي تو جانب سياسي مش هو ولا حد اخر باش يقول معطيات حركه النهضه بيدها نفسها مشيت عملت سحب الثقه من الراجل بعد ما قالت له يلزم تدخل نبيل القروي هذه معطيات علنيه موجوده هو يقول اليس فخفيخ ما كانش عنده مشكله مع نبيل القروي في حين حركه النهضه قالت علنا انا نحب دخل وهو ما يحبش هي اللي قالت يعني وهذا الدفاع على النهضة في موقف اللي هي علني فيه وخرجته في أكثر من اجتماع رسمي مشهورة وفي بيانات رسمية ما نعرفش هل هذا دفاع علاش من أجل شنو ما نعرفش يعني تولي ملكي أكثر من ملك معنى آخر المرحلة هذيك كانت مرحلة وريت كان بالنسبة لي الصيف هذاك صيف 2020 الكوفيد وبعد حكومة الياس فخفيخ كانت اخر والهنا خنمشي لبي فايده الاستراتيجيك كانت اخر محاوله تاع تحالف سياسي قائم على انتخابات نتائج انتخابات تحالف معين فما شخص في الوسط مع رئيس الجمهوريه اللي كانت فما حركه نهضه كان التوجه هو تسكر عليه الباب في حين هو طرف منتخب وبالتالي يحب يلعب دور قيس سعيد هو نقطه الالتقاء اللي يصفق فيها كانت اخر محاوله جديه نتاع باش نعملوا حاجه بناء على انتخابات 2019 واسقاط هنا في رايي هو اللي دخل الناس الكل في تجاذب نتاع موازين قوى قايس سعيد من شيرها برا نحط انا نتاعي يا اخي تقلب عليه الاخرين يحبوا يفكوا له هذاك المشيشي كذا وسي دخلنا وقتها دخلنا في المأزق في حين كانت فعلا اول محاوله اش فيها كانت الحاجه الانتريسونت فيها كانت فيها في نفس الوقت اغلبها على الاقل كفاءات سياسيه وكفاءات
تكنوقراط، يعني خلطة معقولة. يقولوا ما زلت ما عملت شيء ما دخلت تلقى الكوفيد، وبعد شهر ونص صايب بديت الخدمة باش تطيح. مازال ما بيتجر، مازال ما عملت شيء لأنه ما لقيتش الوقت باش تعمل حتى شيء. دونك أنا بالنسبة لي كانت تلك نقطة انتهاء محاولة الالتقاء بين الشخص الانتي سيستم هذا قيس سعيد اللي جاب انتخابات وزملائه 700 والناس النخبة السياسية الحزبية المعتادة. فشل اللحظة هذيك، هنا خطورة اللي صار، فشل اللحظة هذيك هو اللي دخلنا في صراع لم يعد أمامه أي إمكانية للحل بين الانتي سيستم والنخبة الحزبية. البيقي كل مانيش يقول بيادق، مانيش يقول كلام هذاك، البيقي كل كيف ما نقولوا حاجات على جنب ما عندهمش أهمية. نمشيو فاصل ونرجع نعطيك خليل مجال للتعليق. انتم تسمعوا في 90 دقيقة. رجعنا لكم في 90 دقيقة. نحن نعتذر أنا الشخصية خاطر الحق معناها ما حبيتش يتيح المستوى لل فريمون شوكي من شخص عندي علاقه به زاد بالمساجات ورغم اختلافنا في كل شيء معناها كان فما تواصل بيناتنا. الكلمات الاخرانيين الحق مش رجعني للبرلمان اللي تجمد وبعد ساعات حاجات كيما هكا تزيد تاكد لي اللي ماهوش انقلاب. شوف حاتم انت تو تعتذر، انت شنو اللي عملته؟ انت اللي عملته انك اعطيت حق انسان تجبد، احنا جبدناه في موضوع سياسي باش يتكلم، بالعكس ما ثم حق. وبعد المساحه اللي باش يعبيها هو بالكلام هو اللي يتحمل مسؤوليته، اللغه اللي خرجها. شوف نحن تكلمنا عليه 30 ثانيه، انا قلت عنده برشا ما تكلمش لا ومن حقه مينوت. يتكلم اما راهو بالمعقول هو من حقه يرجع ويدافع روحه. اما انت لا خلينا نحلوا، احنا باش نخدموا نحلوا كلمه بيدق اللي هي تستعمل رأي في المصطلح السياسي للدلاله على التبعيه وتتعدى حتى في الاذن ما تضربش برشا. شوف قديش تجاوب عليها من كلمه نورمال ما تقلش باش نفهموا الموضوع، باش نفهموا انه هذوما بعض السياسيين هذوما باللغه هذيك هما السبب الاساسي في ترحيل هذه المنظومه القديمه وطرق حل الحل بزيد. البروسيس بدا من وقت النقاش السياسي تدنى الى ذلك. انا حبيت تمنيت انه يقول لنا حويجه واحده عندها كونتوني بوليتيك في حق الرد نتاعو اللي هي على الاقل تعطيه مصداقيه، وهي انه هناك حقيقه انك انت كياسين العايري انت اللي جبت الدوسي وانت اللي قريت الدوسي وانت اللي اتهمت الراجل بتضارب مصالح، وانه المحكمه كمحكمه هي اللي قالت ما ثماش تضارب مصالح. هذه الحقيقه اللي نحبوا التوانسه يسمعوها. راهو ثم دوسي تجبد، ولكن دوسي هذا انسان كيما قال ما تكلمش وما نقش وما سبش وما عيطش واستقال، لكن انصفته المحكمه. هذا ايش حابين نقولوا؟ حابين نقولوا ان وعي المؤامره ووعي التبعيه كان جزء من حياتنا السياسيه اللي ربما كان سبب في التسريع بترحيل هذه المنظومه. وكاهو ما نحبش نزيد حاجه. مرسي به تصريحات وزير الخارجيه بعد تنرجعوا لها كان الضيفه نتاعنا مش خارجيه، الدفاع. دفاع عفوا صلحتها لي صلحتها لي وعاودت عملت ريتها ريت الانحياز تاكيدي انا كان هذي على كلمه فما بالك في مواقف نتاع وطارق نعرفك انت معناها بعثت لنا انت البارح بارتاجي أول واحد. شنو قراءتك؟ ساعة نذكروا بالبيان، نذكروا أكثر ما ذيك اللي بعثتين أنت معناها لخصته. هي من موقع الدفاع الأمريكي فما هوك تلخيص بالعربية موقع الدفاع. نقرأه تحب تقرأه أنت؟ لا يقرأ أنت. باهي تصريحات وزير دفاع لويد جي أوستن الثالث في حفل تغيير قيادة بالقيادات الأمريكية في إفريقيا، قال في جميع أنحاء إفريقيا يقاتل أولئك الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون قوى الاستبداد والفوضى والفساد، ويمكننا أن نشعر بهذه الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبتهم بالديمقراطية. اليوم أصبح حلم تونس بالحكم الذاتي في خطر مرة أخرى، لكن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس وفي أي مكان في إفريقيا الذين يحاولون تشكيل ديمقراطيات منفتحة وخاضعة للمساءلة والشاملة. هو حتى بقية الفقرة اللي هي يقول وفي أماكن أخرى في إفريقيا نشهد تهديدات أخرى للديمقراطية، ويقول كما قامت بعض الجيوش الإفريقية بطرد الحكومات المدنية. فلنكون واضحين هنا خاطر المساج اللي أنا راه مهم جدا،
الجيش موجود لخدمة شعبه وليس العكس، ويجب على الجيوش أن تلعب دورها المشروع، هذا يعني الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية سيادة القانون، لا إسقاط الحكومات المدنية أو الانغماس في الفساد. إيه ما هو اللوغ اللي خذاه ميليتير، خاطر هو ميليتير والتصريح عمله لبس كسوة بالطبع. هو لهنا لهنا نحن في وضعية تريز انتريسانت على مستوى العلاقات التونسية الأمريكية، اللي هي نرى فيها دوبل ديسكور ولا زوز مستويات متاع ديسكور ولا زوز مستويات متاع سياسات. فما ديسكور علني وفما ديسكور فيه دو سكون دوغري اي وفما ديسكور وفما ممارسه فما فما الديسكور وفما الممارسه الفعليه. نحن شنو صار المدلخ الجلسه الاستماع متاع السفير الامريكي اللي باش يتعين في تونس جون هوي، بعدها بلاغ وزير الخارجيه الامريكي بلينكن، وتوا تصريحات عموما في خصوص الوضع العالمي عسكريا وبالتخصيص على افريقيا وبالتخصيص على تونس بشكل ربما غير مسبوق. ما سمعنيش قبل وزير دفاع عمل خطاب شامل عمل تخصيص على تونس في الوقت اللي هو وزير دفاع مش وزير خارجي. كان ينجم يعمل على المالي، كان ينجم يجعل خليهم الكل في شكارة اخرى. هنا عنا ايش نحب اقول، فما زوز مستويات. مستوى الاول اللي هو واضح، رانا عنا مشكله في علاقه بتونس بالمساله الديمقراطيه، وفي علاقه بالديمقراطيه تونس فما مشكل، فما مشكل في علاقه بالاستفتاء، الناس قادش خرجت، التوجه العام تاع قيس سعيد، الانفتاح ما فماش انفتاح، ما فماش حوار وطني يشمل الناس الكل الى اخره الى اخره من المسائل. فما مشكل واضح الى درجه وزير دفاع بعد وزير خارجيه يخرج موقف. نجي لهنا توا للممارسه، لهنا راهو المهم. استنى نقعدوا في النقطه هذه خاطر مهمه. توا هو يحكم على ديمقراطيتنا نحن اللي عمرها 12 سنه بديمقراطيه عندها 250 سنه، معناها هو 10 سنين بعد ذاك بتاع لي بير فونداتور. اي هو انا صارت حرب اهليه سامحني من هكاك. هو امريكا ولات مجروحه في تقييم الديمقراطيات خاصه إيه عليه خاطر هي عندها مولات البتين، ما عندهاش بتين ده جوستومون. بعد حرب اللي صارت على العراق ولات مجروحه، ما عادش حتى حد ينجم معناتها الولايات المتحده تقول باستحقاق راني انا النجم نتكلم باسم الديمقراطيه في العالم. خاطر انت تتسوق بخلاف تاريخ طويل نتاع معناتها دعم انقلاب مصدق، دعم في ايران، دعم البينوشي، دعم الانقلابات العسكريه في امريكا اللاتينيه في السبعينات الى اخره. وهذه مش مؤامرات معناها ولا نظريه التأمرية، هذه معناتها وقائع مثبتة في الأرشيف يعني. لكن الحاجة اللي نحب أقولها لنا حاجة أخرى بلتو، اللي هو طبعا البرسيبسيون تاع الأمريكان في تونس يعرفوا جيدا هما ليست جيدة، وذاك علاش رد الإفعال على تصريحات كي منكة بالعكس الأثر متاعها على مستوى الرأي العام في تونس عكسي، الناس ترد الفعل سلبيا على تصريحات هذه نظرا للصورة المتحدة اللي في نفس الوقت عنا عدوان على غزة وتصريح بايدن اللي يدعو فقط للتحقيق في الوقت مدنيين واطفال يموتوا. دونك دبل ستاندرز يعني معايير المزدوجه بالنسبه للبرسيبسيون تاع توينسا واضح، يقول لك هاو العدوان لهنا واسرائيل ديمقراطيه في الوقت اللي حتى الكومباريزون مع التعامل مع اوكرانيا يعني لهنا صورتهم مجروحه لا يمكن لكم لكن اللي به فايده هو موزين اكثر تصويرته معني السيد الحق معلم بشوش معلم انا اللي يهمني هو الواقعي مش التصريحات. امريكا شنو قاعد تعمل على مستوى الواقع للضغط في علاقه بالديمقراطيه؟ عندها زوج حاجات، الجانب المعونات المباشره اللي معناتها 200 مليون دولار عموما اللي يبدو رقصتهم الشطر، وفما تفاوض مع الكونغرس قديش بالضبط باش يعطيو لتونس، فما واشاره سلبيه على الوضع في تونس، ومشيره اخرى التعاون الاستراتيجي والمالي كبير على المستوى الدولي. تونس مازالت كحضرت في المناورات اللي صارت في المغرب، حضرت في الاجتماع بتاع برلين بالرغم البوليميك اللي صارت بسبب حضور وزير الدفاع الاسرائيلي، وعلمك الجزائر عامله مناورات مع روسيا اي في الوقت يعني تونس مازالت في الحلف الغربي خلينا نقول، ويعرف وزير الدفاع هذا وزير الدفاع الامريكي يعرف شيء هذا مش معناتها غايب عليه وما يساعدوش زاد يعني عمليا ماذا به تونس تقعد غديك يعني عمليا مش يعلن هو قطع التعاون مع تونس العسكريا مستحيل. هو بدأ نعمل مع أصدقائنا هنا الفرق بين الديسكور، شفت حاتم الفرق بين الديسكور والواقع. نقطة ثانية الأخرى شنية العلاقة مع صندوق النقد الدولي، تعرف جيدا اللي يحكم في صندوق النقد الدولي هما دول قمة السبعة ولا راسهم أمريكي في الأخر، هل سيتم اتفاق مع تونس ولا هذا اللي بيفيد؟ مازال كي تم الاعلان على بدء مفاوضات رسميه منذ توا شهر ونص اللي ما صارش عنده عامين قاعده نستناو فيه الاعلان، وكل المؤشرات تدل اللي باش يصير اتفاق ما في الاشهر القادمه بعد الاستفتاء وقبل الانتخابات. الرئيس الفرنسي البارح بشكل علني لهنا يجي الموقف الفرنساوي
اللي اكيد هكا ياخذ مسافه شويه من الموقف الامريكاني. لكن اللي يقول لنا شنو يقول لنا سندعم تونس في اتفاق مع صندوق النقد الدولي. يعني شفت لهنا وفما 130 زاد مليون حتى ماكرون البارح 130 مليون على الامن الغذائي. يلزمنا نميزوا بين الخطاب في العلاقات الدوليه ديسكور اللي هو نحن راني يهمنا الديمقراطيه، لكن في نفس الوقت الافعال لهنا معناها سوغ لو تيغان التيوري والبراتيك. فوالا يلزمنا نميزوا في الديسكور، اما يلزمنا نفهموا الديسكور. انت عملت مقدمه قلت هذا فرط المحبه هذايا، يعني كل طرف من الاطراف الامريكيه اصبح ماني بتونس وبتواتر وكل جمعه وكل يوم. مازال كان وزاره المراه كما حكيت انت، يعني انتقلنا احنا من البنتاغون للمجلس الشيوخ للسفراء الوزير الخارجيه للنواب المستقلين جدا اللي يخدموا مع ماهر المديوب، الكل كل كل قاعد كلام في تونس. الور هذا فرط محبه اللي نعرفوه كون الامريكيين مصلحين، لا يحبوا لا يكرهوا، وسياستهم معروفه عبر العالم، وكنا نستعرضوا في جزء منها مفرغه من القسط الاخلاقي ومعبيه بالمصالح. الور امريكا مركز علينا بالشكل هذا ليش؟ ثرواتنا الكبيره، نفطنا اللي يجري تحته الانهار، ما تمات ثم توجس من مصالحها في المنطقة في شمال أفريقيا، توجس من منطقة كانت تعتبرها ملحقة بسياساتها، وربما صارت حاجات اللي خلاتها اليوم تحط بوند انتروغاسيون. وين بوند انتروغاسيون؟ وقت اللي يحكي عن الرياح المعاكسة التي هبت على تونس البلد الذي ألهمنا كذا كذا، مش يحكي على الديمقراطية في مفهومها لا الأمريكي ولا التونسي، يحكي على الرياح المعاكسة للديمقراطية اللي هما رسموا لها حدودها وعملوا لها دستورها وتعاملوا مع ماليها مع أطرافها اللي معناها حتى حد ما يخفاه في المواقف الدولية القرينة الكل، الأمريكيين هم الأميل الآن إلى الإبقاء على منظومة الإسلام السياسي والتعامل معها وبالذات حركة النهضة، لأنه كانت عندها لمدة سنوات طبقة سياسية متواعة جدا للتعليمات وما فيها حتى واحد يتجرأ باش يعيط للقائمة بالأعمال يقول لها اقف غادي هذه حدود سيادتنا. كانت متعاملة بسياسة معينة فيها برشة توعية فيها برشة حلان أفاق. اليوم مع قيس سعيد ما تقطعتش العلاقة مع أمريكا، ولكن وقعت إعادة تعريفها بالشكل أنه قيس سعيد عندما يحس بسيادة تونس تمست في كلمة ولا في جملة ينجم يعيط للسفير يقول له اقف غادي، ونتعاملوا مع بعضنا بصداقة بندية اللي ما تكسرش الصداقة هذه، واللي هي قدر منزل علينا استراتيجي الله أعلم عليه وقتاش بشوفه ولا بش يقعد ولا غيره. ولكن الموقف الأمريكي بقى أكثر موقف محافظ على منظومة الربيع العربي في مخه اللي اعتقدنا متاعه واللي ليزاجون متاعها متاعه، واللي أي ضربة تجي معاكسة لها تعتبر طعنة للأمريكيين وربما تحل الباب لحلفاء آخرين. خاطر روح كاف إفريقيا، علاش إفريقيا حكالي هي شون ولا تلعب فيه الروس ولا يلعبوا فيه الصينيين وطريق الحرير الجديد، هي الطرح كامل ما يحبوش يسلموا في البلدان هذه، ولكن أيضا ما تحبش تسلم فينا. عندنا لغة أخرى تنجم تحكي بها معنا، قالوا هالك التوانسة في موقع السفارة الأمريكية في الموقع الإلكتروني متاعك، قالت هالك السلطات الرسمية التونسية نقعدوا غادي، لأنه إذا كيفش نحكيوا على الاستفتاء وغيره كان نحسبوا المواقف توا الدولية اللي ماشية مع الدستور هذا، ونرجع لماكرون والمكالمته واللي اعتقد أنها خطوة على طريق الانتقال السياسي، تو نوليه في المواقف الدولية عندنا برشا كوارت رابحة اللي فايت مسار 25 جولي باي هو تتفصان حتى ويه. أنا اللي خاطر عن الأخبار أنا بدي بيه نخذ شوية وقت خاطر سي بعد بسمع. الأخبار معنا زاد لا جست كلمتين لا هنا جاينا نعملوا في التنزيل ما تبعدوش فما بش نحكي وش عطينا خليل موقفه في اللي صار في المحكمة الإدارية. جاي وقت الأخبار معني سمك شيح. ارجعنا لكم في 90 دقيقة، عملنا نص ساعة توا حكينا على البيان، لكن في الأخبار لفت انتباهي قال رئيس الحركة النهضة رشد الغنوشي يعبر عن استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال تقديم أي طرف بتسوية المشكل التونسي، مشددا على الديمقراطية يصنحها التونسيون وليس الآخرين. معناه كنا نلقاو حل انت هو الحل وابدا انت الحل يبدا معناه نلقاو حل خليني ارقى لي حل وين في قلب المشكل، وبعد كي انت تفض الحل اللي ما تنجمش تفضه من غير ما تقلع المشكل تو وقت نقلعوا المشكل. شوف نحن يودي كفكاك نجن هليرا ورميه روحه من افريقيا. هو جب ربي جست باش نربط مع اللي كنا نحكيو فيه مصلحة الغرب في استمرار الديمقراطية التونسية. لهنا شوف تعرف الكونفيزيون نجم نعملوها خليل، هو أنه نربطه بين مبدأ الدفاع عن الديمقراطية اللي هو حقنا كتوانسة، وليه تعطيهونا أمريكا لا تعطيهونا فرنسا، هذاك حقنا متاعنا،
وثورة 2011 خاطرها ثورة، وقيس سعيد اونتر بارانتيز يصر على انها ثورة، الناس اللي تدعم في قيس سعيد بالعكس هو ما جيش ضد ان هي ثورة في الثورة الاجتماعية هي 17. إيه؟ 17. حتى بمعناها لا لا حتى السرقة لا بشوية حتى بمعناها السياسي انها حرت التوانسة زادة انها تتكلم، انت تتكلم وحاتم يتكلم وانا نتكلم وغيرنا نتكلموا بالمعنى هذاك زادة، خاطر عنا الحق كبشر كناس انه نتكلموا وعنا الحق انه شعبنا هو اللي يحدد شكون يختار يحكمه مش الفلوس جستما، هذاك موضوع اخر هكاك كيفاش فخدت العشريه هذه اللي نعطيوها اللون اللي نحكي واحد يعطي فيها في لون، نحن انتخبناه نحن وصلناه وهم حكموا، معناها نحن الكلنا فرد فلوك فعلا. دونك خليني انا اقول الديمقراطيه الدفاع على الديمقراطيه ما يلزمناش يهزنا، انت عندك مشكل مع الاسلام السياسي ولا فلان عنده مشكل مع الاسلام السياسي ولا يقولوا ما لا مشكل مع الربيع العربي ولا مع الديمقراطيه، يلزمنا نميزوا. ما فماش مرحله هكا اما ابيض اللي كان قبلها ابيض ومن بعد ولا تكحل، واللي كانت كحله ومن بعد بيضه، مدردره كل شيء في الحياه هذه مدردره، اللي جاء من بعد بالله ما تحطوهاليش في الديجيتال هذه مدردره لا خاطر بعد تولي الفهم مدردر نتاعها. معناها نحب نقولوا اللي جاء من بعد الثوره هو فما حاجات جيده وفما حاجات خايبه. الاسلام السياسي كيفاش حاول يستثمر هو بشكل سيء صحيح، لكن مش معناها الديمقراطيه خايبه، مش معناتها اللي جاء بعد 2011 خايب. ولهنا الامريكان مش صحيح متمسكين بك اللحظه الديمقراطيه نتاع 2011، الامريكان الرئيسي فيهم جيوسياسي اخي توا ترامب اللي خلاف نتاعو مع الاداره الديمقراطيه مو جزء منه في تقييم مع شكون نتعاونوا في المنطقه العربيه مع دي زوتوكرات ولا دي ديموكرات في الاخر، معناتها جزء من ما فماش موقف امريكي هكا منسجم واكحل طول وابيض طول، المساله معقده. الاداره الديمقراطيه صحيح تراهن اكثر على صراعات داخليه وربما على تصور معين للديمقراطيه صحيح، لكن في نفس الوقت ما لازمناش نقولوا راه الامريكان مع الديمقراطيه الاسلام السياسي، لا الديمقراطيه لا تساوي الاسلام السياسي والاسلام السياسي لا يساوي الديمقراطيه وما يساويوش الربيع العربي وجاء بعد 2011. نواصل الحوار من بعد خاطر معنا نص ساعه كلمه بسيطه للطارق باش نكونوا على خاطر هو التحليل وهذاك حر فيه. انا راني ما قيمتش الربيع العربي في الحديث اللي قلته لك، انا قلت امريكا تعتقد انه الربيع العربي يتبع لها، تعتقد انه زاد مشاركه في تخطيطه وفي تنفيذه. هاو نعطيك منها وين بلاصه تعديت منها، تعديت 2003 في العراق تلقى ثلاثه رؤساء يتعاركوا، تعديت ليبيا بالناتو تلقى ثلاثه رؤساء يتعاركوا، رئيس برلمان ورئيس مجلس رئاسي ورئيس حكومه، تعدينا لتونس تلقى ثلاثه رؤساء يتعاركوا، بمعنى امريكا شاركت في صياغه مفردات الربيع العربي في سياساتها الدوليه، حطتها في مخها باش تعمل تغييرات وعمل ووظفت دي زون جي ووظفت فلوس ودربت عباد عن طريق منظمات دوليه غير حكوميه. هذه حقيقه انه لا المشروع هذا ما نجحش والامريكان لازم يتعاطوا معه اوترومون، هذا موضوع ثاني. لكن لحد الان يبدو انه الكولابوراتور نتاعهم في هيك المنظومه مازالوا حاجتهم بهم يخدموا كي الدبيبه كي راس الغنوشي كي غيره مثلا. معناتها انا مني كنت نوصف ما كنتش نقيم. نمشيوا الموضوع الساعة اللي اليوم كل معناه هذا الشأن الوطني هو مهم جدا. صار اليوم رسميا وحصريا التصريح لي افهم الإدارية معناه المحكمة الإدارية تقرر إيقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء القضاة، فما أرقام فما يقول 47 ومن جهته عبر أنيس الحميدي على ارتياح القضاة من القرار. نسمعوا التصريح الحميدي ما فماش ما تقصش به مش مشكل. دونك شنو كيفاش لحظه الحقيقه استنى معناها خلينا نعطيو الهيستوريك شويه نعطيو الهيستوريك جست ما باش يكونوا موضوعيين بعديش بشويه نخلطوا نعرفوا اللي قبل الاعفاء نتاع القاضي 52 58 قاضي 57 قاضي الرئيس عمل مجموعة طويلة من التصريحات والتلميحات أن القضاء لا يقوم بدوره في مقاومة الفساد وحل المجلس السابق للقضاء، ثم عين مجلس جديد وبدأ الضغط على المجلس الجديد. خلينا نكون واضحين، القضاء وهذا كلام قلناه لهنا ليس في أحسن حالته وعديد القضاة حولهم شبهات كبيرة، بل عدد من القضاة ملفاتهم ضخمة إلى درجة وصلت البرة من التابو متاع القضاة في بعضها، طيب راشد العكرمي غيره الى درجه ولات جزء من الراي العام، قضيه الراي العام عدم الثقه في القضاء والى اخره والحكايات اللي خارج قال لك فما قاضي يحفر على الكنوز. لكن حاتم وين المشكل؟ هو في تمييز
الحقيقة من الخيال. أنت تخدم في الدراما وتخدم في الفيكسيون وتخدم في الكذا. العبد يحتاج الفيكسيون، يحتاج الخيال، لكن ذاك انترتينمنت هكا ولا. لكن في أمور الحياة الحقيقية يلزم فما الخيط الفاصل بين الحقيقة والخيال. صحيح ساعات أنت ربما الحقيقة تفاجئك تقول هذي والله كان كتبتها ما تجيش معناها ما يصدقك حتى حد. لكن ضروري التمييز، شكون ينجم يعمل التمييز؟ هي الدوسيات، هي المعطيات، هي الدلائل، هي القرائن في أحسن في أسوأ الحالات. به لهنا الرئيس قاعد يعاود 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 به. بعد حتى المجلس اللي عينه حطوا على جنب ومشي هو فكلوا أحد الصلاحيات وقام بإعفاء 57 قاضي. وقلنا لهنا اللي الكلام اللي وصلنا اللي عديد القضاة اللي تم إعفائهم ما تمش على أساس ملفات قابلة باش تمشي للقضاء، قامت على تقارير بوليسية في بعضها. وتبين الآن أنه الكلام اللي وصلنا وقلناه يبدو صحيح. علاش نقول الكلام هذا؟ رئيس المحكمة الإدارية التقارير الأخلاقية ليه حتى تقارير بوليسية مش حتى متاع راو فلين ما تعاونش. ها نقول لك بعض القضاة تم إعفائهم لأنهم ما كانوش يتعاونوا مع الأمن. ها نقول لك يا سيدي أنا تو اللي بتأكد من الكلام اللي وصلني من بعض القضاة. يعني بشماتة بالويح هذا عمل فيه تقرير لأنه ما تعاونش معنا. علاش متأكد أنا تو من هذا؟ رئيس المحكمة الإدارية جريسيعة هو شخص لا يمكن الحديث عليه اللي هو معارض لقيس سعيد. المحكمة الإدارية عموما المعروفة باستقلاليتها مثلا رفضت أنها تبت في قرارات الإقامة الجبرية اللي جت بعد 25 جويلي رغم اللي واضح فيها مشاكل. رئيس المحكمة الإدارية أجل نورمال مو في شهر يبت رفضت الطعون براتيكمان نورمال مو قتلوا زيارة العدل مدد وتو نعطيك الملفات مدد بالرغم القانون يقولوا ليه ما تمددش عندك شهر باش تبت. قعد يستنى في الدوسيات من عند وزيرة العدل ما جاتوش. اش قال البارح عماد الغربي غابري ناطق باسم المحكمة الإدارية؟ قال الملفات فيهم مشكل قانوني ومشكل واقعي، بمعنى الملفات اللي جاتهم فارغة فارغة. انا لهنا نطرح سؤال كبير تاع اولا خنقولوا اللي راه قرار وقف تاجيل التنفيذ يعني ان القضاة هذوما من حقهم يرجعوا يخدموا على رواحهم. ونحب نقول للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء لعينه الرئيس هو بصدد اعداد حركه قضائيه تو، يعني نجموا تو يتفكتوا ويتحطوا في بلايصهم قبل نهايه هم باش يرجعوا ابارامون زاد العطله القضائيه ابارامون باش يرجعوا يلزم يعلموا يعلموا في الجمهوريه ورئيس الجمهوريه وزاره العدل يعلموهم معناتها هذاك الا اذا الرئيس يقرر انه ما يسمعش قرار المحكمه الاداريه. هنا نحب نذكر بحاجه، الرئيس وقت اللي مشاو الحجيج ذكروا الليله مشهوره نتاع مقاصد الاسلام وقت الاربع نتاع الصباح قال في ثنايا الحديث عندما سئل على الموضوع خلي يمشيوا للمحكمة. في الوقت اللي هو في الأمر الرئاسي اللي هبطوا رفض منعهم الواحد، يعني كانوا حللهم باب. ونتذكروا حتى كنت تحدثوا لهنا مع بعض القضاة منهم المعفيين أو قضاة الجمعية يقول لك نحن توا نحن ماذا بينا نحبوا نمشيوا للمحكمة لكن السيدة وزيرة العدل توا لبعض الملفات. لهنا نرجعوا للمسألة الشخص الصامت في هذا الكل السيدة وزيرة العدل. انا شفت التقرير خلينا نمشي من الاخر يقولوا الكوثر فما ما ما معناها ما ما لا فما مشكل مش يقولوا خلينا نقولوا انا التقرير خاطر نحب نعطيه الفالوريزاسيون ثمنوا تقرير كوثر زنتور في الشارع المغاربي اللي يبدو هو تقرير جدي هبطت البارح في اولت البارح في الشارع المغاربي فيه عديد القرائن والدلائل اللي يبدو صحيح انه الرئيس ما استقبلهاش وما اعلنش معناها عفو قضائي من جوا بعد العيد انه انه خذات وقت ملفات ما مشاتش أنه فما غضب من الرئيس ربما من الوزيرة. لهنا الوزيرة يبدو بالرغم اللي هي قاضية يبدو أنه الملفات ما تخدموش بمهنية ما تخدموش على أساس ملفات قضائية كما يلزم يتخدموا ويتحطوا المجلس تأديب وتخدمهم بالتفقدية، تخدموا على أساسهم تقارير أمنية. جات عندي مشكلة مع القاضي فلاني ما يسمعش الكلام حاجتي بتقرير اعطيني أي تقرير تقرير أمني حط فيه تقرير وحط في الدوسي بتاعه وعديه على الإعفاء. لهنا الرئيس يسمو يتحمل مسؤوليته. نعرف اللي المنطق اللي نجم يكون هو برا مساحه في وزاره العدل، ليه يلزم الرئيس يطلع ويعتذر اولا للقضاة قبل كل شيء؟ واذا كان باش يقيلها يتحمل هو زاد مسؤوليته. كلمه اخيره حتى كيفاش كي يقيلها شفت اللي صار يتحمل مسؤوليته يقول انا يا اخي اتحمل مسؤوليه في هذا يقول على وانا اتحمل مسؤوليه في سحب صلاحيه الاعفاء من المجلس اللي انا عينته. وتتذكر حاتم وقتها وقت اللي صار هذايا وقتها برشا ناس دعم للرئيس يمشي وما يهمنيش سير سير وراك نحن بالبندير. الرئيس يلزم يتقالوا بالذات لانه توا في مرحله استثنائيه ويملك كل الصلاحيات يتقالوا في حالات كيما هكايا راك تغلط غلط وتتحمل مسؤوليتك
وتنبهوا لانه الشيء اللي عمله هو اصلا حتى خريطه الطريق لحالها حتى عارضها. هل اعتذر على حاجات اخرى قبل؟ اي ما يلزمنا نقولوا له حتى وكان ما اعتذرش يلزمنا نقولوا له، هو ما يعتذرش يتحمل مسؤوليته. اما يلزم نقولوا له ما يلزمناش نسمعوا ونسكتوا، والناس اللي تقول للرئيس برا برا راهو معاك وكل شيء ونحن وراك قاعده تساهم في تغليته. بيسير هو كان باش يضروا حاجه رئيس الجمهوريه، هما الناس هذوكم المبرراتيين وجماعه اللي عنده ذباب جديد يميمتي حاجه تلسع الازرق استنسنا به، البرتقالي استنسنا به، اما هذا مش هو اللون نتاعو ذا يقولوا اخضر. الاخضر ايه الاخضر ايه تقفم يا الاخضر ايه. لا انا من اللي قاسيته من الذباب الازرق بحول الله جميعا مع الذباب يتسمى فدلكه قدامهم. لا ما عادش اذا حكيت الذباب حاجه اخرى، اما احنا نحكيو في موضوع تريسر، ولكن انا نحاول باش نوجد له زاده زاويه نظر ربما اخرى. خاطر انت اليوم باللي نحكيو شكون غلط شكون مش غلط، باش نجي ونحكي موقفي بكل وضوح من الدوسيات. ولكن قبل كل شيء نقول لكم اللي اذا المحكمه الاداريه اليوم بالرئيس المحكمه اللي طارق قال عليه انه معناه ما عندوش مشكله مع الرئيس وتخرج احكامها بكل حريه، فإن هذا يحسب للدولة التونسية اللي ما تتدخلش في قرارات القضاء. وزيد يثبت أنه قيس سعيد ما عملش تليفونات القضاة يقول له احكم على هكا بتواصل العزل واحكم على هذاك بالتبرئة وهو تو نعمل وتو نعمل. بالطبيعة خلنا نقف على هذه الزادة، خلنا نفهموا اللي عاد بدينا نتخلصوا من قضاء الكلوارات، ولا القاضي يقعد على روحه يشوف سي حاتم شني دوسي كان دوسي تاع سي حاتم فارغ سي حاتم خطي. علاش ما نتناولوش الزاويه هذه الايجابيه قبل ما ندخلوا؟ خاطر فعلا لا اللي قالوا طارق ما يسالش الزاويه الكل خليل، علاش ديما كان الزاويه الايجابيه؟ انا مش نجي للزاويه الايجابيه، الناس اللي ركزت كان على الزاويه الايجابيه قبل هي اللي وصلته قيس سعيد الوضعيه هذه. دخلتش ربع كلمه وقت تتكلم، خليني انا تو قلت لك مش نثمن كلامك، راهو ما عندي حتى مشكله هنا. راهو الانسان ما خليل مازال ما نعرفوش شنو هو باش يقرر. وكان انت تو تقول له تقول التراده هذيا وتقول ما دخلش ويهبط لك العشيه مرسوم يقول لك نكسر انا قرار المحكمه الاداريه. وثاني حاجه قرارات المحكمه الاداريه صحيح من قبل فيها صعوبات تنفيذ، ثم شكون رجعوا الخدمه، ولكن هذه ما عندهاش علاقه بنحكي لك عن نطق بالحكم. ما قالوا بالتليفونات سيب وحط في الحبس وكذا، ولا هذه ساعه في الماء نبداو بهذه ساعه وبعد نرجعوا الملفات، كل واحد حمسوليته هنا. وقت احنا شنو كانت المشكله؟ وانا قلت الكلام نفسه، انا كنت مقتنع اللي قيس سعيد يزمو يعمل حاجه بالقوه القاهره لاستحاله محاسبه المذنبين بالاليات القضائيه العاديه، قلت. ولكن في نفس الوقت قلت يلزم فرز الملفات، لانه وقت اللي عملوا تحركات القضاة لا يلزمني نكمل الكلام، وقت اللي عملوهم حكاوا على 57 دوسي فارغ زاد. وهما الدوسيات اقل شيء فيهم 12 15 ما نعرف شنو، الكلهم فيهم تتبعات جزائيه. المحكمه اش تعمل؟ كيفاش تخرج العباد؟ المحكمه انت تجيب لها دوسي تاع القاضي فلان الفلاني، اذا ما تلقاش فيه معناها باينه وما تلقاش فيه تتبعات جزائيه لذلك القاضي، فهو دوسي مبني على تقرير امني او غير قانوني فارغ، ما فيش ادله وثبوت، والمحكمه تخدم بالادله والثبوت. واحنا انا واحد من الناس نفرح لاي انسان ما عندوش مشكله تقع تبرئته من طرف المحكمه، ولكن ايضا هنا زاد الانسان يقف في لحظه صدق مع روحه، اذا عدد المبرئين اكثر من عدد المدانين فانه فما مشكله في الكتاب التقرير، وفما مشكله في الوزير اللي اشرف على التقارير هذه وهز رئيس الجمهوريه، في الوزير مهما كان ما نشخص، وثم مشكله في السلطه التنفيذيه اللي خدت القرار ربما فما مشكله في الرئيس يا خليل. اخي الرئيس توا انت كي اخي الرئيس اسمه بشويه منزه على خطأ على خاطر نسبيت الناس الكل. ما قلناش ميكة. انا بالنسبه لي قرار خطير كيف نهكه يا خليل، اسمعني قرار خطير كيف نهكه تجيب لك وزيره العدل راه مش سهل. قول لي انت كيفاش ما يقراش؟ انا رئيس استاذ قانون نقرا الدوسيات سهل برشا. رئيس قيس سعيد انه يعرف الدوسيات فارغ، هو كي باش يلقى كان تقارير امنيه سهل باش يعرف، هو نورمالمون يقراها قبل كل شيء، هو باش يتحمل مسؤوليتها تاريخيا. لحظه هيك من اجل هدف معين هو الاستجابه لطلبات التوانسه في محاسبه القضاه الفاسدين، عمل الاجراء المحكمه هاي ابطلت بعض الاجراءات لسبب عدم وجود ادله. هنا تو لحد الان في دوله القانون شنو الاشكال؟ باهي تراجع يجيك القاضي يجيك القاضي 57 دوسي فارق يقول لك عنده 57
زوج دوسيات طرقتو انت الساعه كي ضرب وقف البلاد عليهم بالاسامي على ملفات فارغه انت حكيت على العاكل الميراث بالاسامي القانونيه ما يطلعش عليها انت حكيت بالاسامي في بدايه تدخلك حكيت بالاسامي على قضاه مرتين حكيت عليهم بالاسامي هم قالوا عندنا 57 دوسي فارغ قالوا اجرائيا ما تمش اتباع الاجراءات المعمول بها وقالوا عديد الملفات فارغه وقالوا عديدها ما قالوش كلها تي هو قال لك انا بعض الناس اللي تعديت سميه الطيب رجل قالوا نحن بيدنا قدمنا في دوسيات دوك ما قالوش كل الدوسيات فارغه مش صحيح ما عمرهم ما قال جمعيه مضات شيء هذيك ما عمرهم ما قال اي مش سخانه ونعرفك اي جغمه جغمه ونرزقكم دقيقه رجعنا لكم في 90 دقيقة عدينا منهم 20 دقيقة عصيح وكل باش نسألكم سؤال يمكن أنا ساذج يمكن أنا بريء جدا وزير الداخلية في هذا الكل وزير الداخلية التقارير إذا خرجوا تقارير خرجوا من الداخلية وزير الداخلية اللي هبط البارح البيان و وما إن با كونداني الأربع من الناس اللي لم يحترموا 10,000 متفرج وما احترموش معناها الفعل الثقافي في مدينة منكوبة صفاقس راهم يشموا في روايح الزبلة معناها كي تجيب لهم فنان حتى كي تكلم بالحزام الاصبع ساقو معناها ايزاشيت خاطر ما عندهم حتى شيء فما فراغ داير بالشيء دونك وزير الداخلية شنو دوره في الدوسي هذا؟ لا شوف فرحات انا نحب نرجع للرئيس خاطر الرئيس هو في النهايه علاش وزير الداخليه وصلت ها علاش هاني جاي علاش وزير الداخليه هو يتصرف هك انت ما وزير الداخليه تو سامبلمون نقول لك بالاخر ما نجمش يقفل النقابات الامنيه سي سامبل ملكي في وفي الاخر وفي الاخر علاش ما نجمش يقفل النقابات الامنيه فما حاجه للامن في المرحله الاستثنائيه هذه قيس سعيد شتيش القوات الحامله للسلاح لانه في مرحله موازين قوى سياسيه وما يحبش يعمل اشكالات مع الامن سي سامبل كي تخرج نقابه امنيه بصوت واحد تقول له احد المتكلمين باسمها سمعته في احد الاذاعات قالنا نحن اللي باش نتلهوا بمساله الذوق العام يعني لباس من وقتاش وشكون عطيك انت كنقابه اصلا تعرف انت راهو في القانون الداخلي نتاع النقابات ما عندهمش الحق يصرحوا صحفيا في حاجات خارج الشأن النقابي خارج الشأن المهني نتاعهم الأجور والحقوق النقابية نتاعهم اللي طبعا هذيك من حقهم راكم صايبين وتترى يعني وزيرهم ما يحكمش فيهم من وقتاش النقابات مع الزعام كانوا يحكموا فينا نحن يعني عندنا وزارة الذوق العام لهنا هم مكلفين بها تو هذا كلام من وقتاش نورمالمون في وضع طبيعي وزير الداخلية يستدعي كل اللي صرحوا في الموضوع هذا من النقابات الأمنية يستدعيهم تحقيق إداري داخلي هو قال لي فما تحقيق إداري لكن ما فما حتى متابع عليه مكتوب على الحوطة ورمي تحقيق إداري متاع العادة معناتها خليل دونك لهنا فقط البارح فما فيديو هبط وزير الداخلية في الديوان لهنا سي تري انتريسون الفيديو الوزير يتحدث معه وزيرة أخرى وزيرة سيادة كيفه وزيرة المالية معاه المديرة العامة للديوان قاعدة معاه وهو تقريبا اللي يعطي في التعليمات وكذا وانت متوجه ونحن نعاونوكم ونعطيكم الكذا البارح الفيديو انا حسيته ما فيش فيديو بتاع اجهزة متعاونة الديوانة وزارة المالية الاجهزة بتاع الداخلية الامن لا لاحظت وزير يشرف تقريبا على الديوانة وزير المالية ما نعرفش هالفيديو هذي هبط بالطريقة هذيك دعاية للسيد وزير الداخلية وإلا هكيك معلنيتهم ولا منيش فاهم الحقيقة لكن ما تصورش أنا تو في مرحلة ما عاش فمانية كل واحد ونيته تو في المرحلة هذي أنا راهو مهم جدا في هالمرحلة الصعيبة هذي أنه يستخدم في إطار المصحة العامة للدولة ماهوش وقت لا حملة للفلان لا حملة للعلان لا أنا قوي لا أنت قوي واللي هذا هو اللي هبط الفيديوهات تاعه وزيرة المالية مش تاع سياسة كان جيت تاع السياسه زاد راهي هي مهبطه بواحد فيديو هي اللي تعطي زاده في التعليمات وتعمل في شنو نعملوا وقتها بالله كان كل وزير يهبط فيديو نتاع تتعلم التعليمات وانا نعمل وانا كذا كيما وزيره المراه معناها امال موسى معناها تخدم على روحها في الصفحه نتاعها اسمعني خويا نسمعك يا خليل ديما نرجعوا للواقعيه الارض ارض فماشي سلطه سياسيه في الدنيا ما تعتمدش التقارير الامنيه ديمقراطيه ولا ديكتاتوريه ولا شبه كل في اعفاء القضاء التقارير استناني خويا التقارير الامنيه جزء من بالطبيعة. سيادات الدول بالطبيعة. والمعلومه بالطبيعة. مهمه ويؤخذ بها اما شنو تستعملها وليس كل التقارير الامنيه كاذبه
بالطبيعة. وليس كل أغلبها ربما صحيح. وليس كل مصيبة ستقع في هذا البلد إلا سقوع البوليسية. ولكن بالطبيعة هاي الخدمة صحيحة. أنا الخدمة صحيحة لو جاتك تقارير أمنية في جهة قضائية أو ديوانية أو غيرها، ما يتحول التقرير الأمني للقضية عدلية وقتها باش يولي دوسي. كيفاش يتحول القضية عدلية؟ يعني تخدم على المعلومات هذيك، جيب البينة متاعك، جيب الإثباتات متاعك، فيتحول من تقرير أمني إلى ملف تفقدي ربما في حالة القضاء، وإلى ملف عدلي في حالة الجرائم. القاضي هو اللي يحول. هذا هو به. إذن اللي صار كونه الغلطة متاع مسؤولين تونسيين ابنوا استنتجت ثم قرارات على تقارير كانت خالية من الأدلة، وعندما جاءت أمام القاضي كل مسؤولين مهما كان سيفته وزيرا للداخلية أو العدل وغيره، كل واحد يتحمل مسؤوليته. ورئيس الجمهورية شبي الناس كلها تحمل مسؤوليته، ولكن رئيس الجمهورية كما قلت لك أنا ثم حاجة يلزم في الظرف الاستثنائي نفهموها، هو يتحرك بهدف، والهدف مش متاعه وحده، الهدف وراه أكثر من قوة تدفع باتجاه الذهاب الى المؤسسه القضائيه لايقاف النزيف ولاثاره الملفات الراقده. يصير اغلاط في الاثناء، الاغلاط شكون صلحها؟ مؤسسات الدوله، القضاء الاداري يعطي لكل ذي حق حقه، التتبعات الجزائيه مش تقوم في حق الناس اللي اخطات، التبرئه صارت في حق الناس اللي دوسياتها فارغه، لنقول لا اخطات لا صحت لا حد شيء. وهذا هو كيفاش تمشي نصلحوا الامور اعترفوا بالاخطاء. انت كي تحب تصلح، كي تحب تواجه الفساد في القضاء، وكي تعمل غلطه بالحجم هذا، يعني كي تمشي تواجهها تحكي على المصداقيه، ساعات عركه نجم تضرها بانك تواجهها باسلحه غلط. يعني هدف نبيل وقضيه نبيله نجم تضرها لأنك أنت تمارسها بشكل غلط. أنا متأكد أن القضية نبيلة. شفتها 47 هذوما يا سيدي، فيهم قضاة اللي تم إيقاف تنفيذ الأعمال فيهم، اللي سمعتهم في أقل الحالات غير جيدة. سمعتهم في أقل الحالات، سمعتهم في إطار العمل بتاعهم يستاهلوا. ها ها صحيح. علاش؟ أقول لك تعرف شو عملت أنت وقتها؟ تعرف شو عملتي خليلة؟ أنت وقتها كي حليت دوسيات من غير ما تحذرها ومن غير ما تخدمها بالمليح وتزربها، تولي فما قضاة نجموا يستفيدوا من إيقاف التنفيذ هذه. فيهم شكون خدم يا سيدي في حكومة سابقة وكان معروف بصناعة الملفات، استفاد من تأجيل التنفيذ في الحالة هذه، في الوقت اللي قضايا كي حكينا عليهم المدة اللي فات في أحد الحكومات اللي كانت تتعمل وتتريقل وتسترى كان هو يشرف عليه مثلا. نعطيك هنا أنت كي ما تخدمش الخدمة متاعك وما تحذرش، قال شنو تحت عنوان نواجه فيه هدف نبيل؟ اخي هي الهدف مواجهه هدف نبيلك هاو؟ ممكن تخدمها بشكل مؤسساتي وتعمل التمحيص متاعك وتجيب ناس تخدم لك الدوسيات هذيك على اساس قضائي ومهني. كي تحط المجلس اللي انت عينته على جنب، تحطه في الاحتياط وفي الفريجو، وتجيب وزيره العدل انت وياها تعملوا ملفات مع بعضكم، اخي ذاك هو اللي يصير في الاخر. اللي يصير تطيح، ووقتها تكون اضريت بالهدف اللي انت تعلن اللي انت تحب تحققه، واضريت بمكافحة الفساد في القضاء كي تخدموا بالطريقة هذه. هل استنى خلي لا مش نسلك، هل فما رتور متاع بومرونج الأحادية القرار كما صار في الدستور؟ سي لو ريزلتا متاع أحادية القرار لفات اللي وحده اللي ما عنده ثقة في حتى حد. مش أحادية القرار هي شيء فرضته الحالة الاستثنائية. أما ليه أحادية حتى الرفليكسيون قبل القرار، التصور والاعتقاد بأني أنا وقت اللي خديت أحادية القرار بموجب المرسوم الاستثنائي راني نعبر على ناس معينة، هذا كله تصير في وسط الأخطار. أنا ما نحبش زادا نولي نشد نساء دافع، نبدأ ندافع الخطأ عندي مثلا 40 دوسي فارغ وين ندافع، لكن ثم حاجة واحدة ما فماش عليش تدافع. البروسيس هذا البروسيس هذا ويمشي يهز في التالي بالأخطاء اللي ربما تصلح ربما ما تصلح في الأخر، ماشيش ينفرزوا 12 10 شكون انا كتونسي وبرشا راهو الناس كيفي تو شاتروني يستناو فقط في محاسبه اللي اخفى الادله، في محاسبه اللي خبى الدوسيات، في محاسبه اللي اوقف تتبعات لازم تصير في حق رابيين ولا في حق شخصيات سياسيه، في محاسبه اللي خدا فلوس في حق مواطنين زاد، في محاسبه اللي خدا فلوس باش يدور وجه قضايا ولا باش يبتز رجال اعمال ولا يصدر احكام جايره، يبداو شي اربعه والرشوه. فانه الكلمة اللي هي تطهير القضاء وربما إعادة القضاء لسكة العدالة
وانه ما عادش يعطي احكام بالتليفونات وما عادش يعمل بالتليفونات، على الاقل شدينا اثنين لولا مع ضروره معالجه الاخطاء، مع انه الرئيس يصلح الاخطاء ويخرج ويصارح الشعب ويقول راه عندي المشكله الفلانيه والفلانيه. مش هذا الاشكال. اعتقادي انه الاراده السياسيه لقيس سعيد في التعامل مع مختلف المؤسسات هذه، كل البرلمان كل القضاء وغيره، كانت هي محاوله نتاع رولانس اعاده اقلاع تونس خارج المحسوبيه وخارج الرشوه وخارج الظلم وخارج القهر. هذا انا قناعه بالنسبه لي اليوم. باهي المشكله كونه الاخطاء من نوع هذية سوف تضعف قراراته المستقبليه، سوف حتى الصفوف الناس اللي معناها معاها واللي قلبه رب معناها فما تساؤلات باش تبدا، تساؤلات يمكن مش على النيه اما تساؤلات على الكومبيتنس، عن الكفاءه، هل هو محاط بكفاءات كافيه لمكافأتنا. أما زيدة حتى على المنهجية حاتم، لأنك أنت كي تعمل هو بيدو صنع مؤسسة مجلس جديد للقضاء حتى في الفريقو بدايع في وحده مج أنتر بارانتيز، حسب التقرير نتاع كوثر زنتور اللي عملته الشارع المغاربي اللي عاود اللي هو بالحق تقرير جدي ونشكره عليها، اللي قالت فيه أنه المجلس نفسه بعث له تقرير يقول له فيه راه ولا الدوسيات بتاع الجماعة فارغ، يعني المجلس القضاء اللي هو عينه بعث له داير من الحاجات اللي مخليته هو بيدو ياخذ يبدو مسافه من وزيره العدل. يعني كان خلى الامر للمجلس القضاء المؤقت فراه خدم خدمته، علاش هالزربه والطبلبيز وكذا عدم اعترافه بالمؤسسات حتى هو اللي اصنعها. طارق على تونيزيان نمشيو عنا الميتيو على تونيزيان والاخبار على تونيزيان. انتم تسمعوا في 90 دقيقه.